ارتفع عدد ضحايا السيول التي شهدتها عدة مناطق غربية اليمن إلى عشرات الضحايا والمفقودين. يأتي ذلك فيما لا تزال عشرات القرى المنكوبة معزولة ومحاصرة بسبب انقطاع الطرق في تلك المناطق. يلا معوضين إن شاء الله والحمد لله على السلامة. أمطار وسيول وانهيارات لثلاثة سدود بمديرية ملحان بمحافظة المحويط غرب العاصمة اليمنية صنعاء خلفت عشرات الضحايا والمفقودين إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة. وفق تقارير أممية أظهرت آخر حصيلة وفاة 24 شخصا، فيما أعلن عن فقدان 17 شخصا آخر جراء هذه الفيضانات. كما دمرت السيول 40 منزلا بالكامل وألحقت أضرارا بنحو 230 منزلا، وتضررت بسببها 1020 عائلة. وأدت السيول إلى قطع عدد من الطرق التي تربط المناطق المتضررة بغيرها داخل المديرية. مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان أوضح أن فرق الاستجابة الطارئة تبذل جهدا كبيرا للوصول للمناطق المنكوبة ومساعدة سكانها. جمعية الهلال الأحمر اليمني أوضحت أن استمرار هطول الأمطار وتدفقات السيول التي جرفت المفقودين إلى أماكن بعيدة في المنطقة الجبلية الوعرة المطلة على الأغوار والمنحدرات العميقة تسببت في انقطاع أغلب الطرقات والسير في أماكن وعرة ومحفوفة بالمخاطر، وهو ما جعل فرق الإنقاذ تواجه عدة صعوبات ميدانية للوصول لضحايا هذه الكارثة المناخية. وتعتبر محافظات المحويط وريمة وحجة والحديدة من أكثر المحافظات تضرراً من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها اليمن منذ مطلع يوليو الماضي. إن شاء الله والحمد لله على السلامة.